كل الدنيا بتقول محمد صلاح احسن لاعب في العالم حاليا، وتقول محمد صلاح نجم العالم، ونجوم العالم بيشهدوا ان محمد صلاح هو احسن لاعب في العالم حاليا، ويجي خالد الغندور يقول لك محمد صلاح ده مش موهوب، محمد صلاح ده لعيب عادي، ده في لعيبه في الدوري المصري احسن منه بكتير، ولعيبه في الدوري المصري احسن من، انا مش فاهم، انا مش عارف ارد عليك اقول لك ايه يا خالد يا غندور. خالد الغندور ده موضوع الحلقه الاولاني عشان لازم نتكلم فيه ونشوف كميه التريقه والبوستات اللي هو نزلها على صفحته الرسميه. خالد الغندور تريقه على محمد صلاح، يعني كل الناس بتشهد ان محمد صلاح احسن لاعب في العالم، ويشد حيلك يا صلاح وان شاء الله تاخد احسن لاعب في العالم. خالد الغندور يطلع كده يا برنس يقول لك لا لا ده لعيب عادي، يا عم انت اللي والله عادي في المعادي. وتاني تصريح معانا او تاني موضوع معانا يا برنس، تجديد عمرو السوليه مع النادي الاهلي لمده 3 سنوات وصفقه كويسه جدا. هتقول لي يا عم صفقه ازاي، ما هو عندنا، ما هي صفقه طالما جددت له تبقى صفقه جديده عشان تبقى فاهم يا برنس. ولكن قبل ما نخش في التفاصيل وقبل ما نتكلم في الكلام الكتير، ما تنساش يا برنس اللايك بتاعك الجميل، ولو انت اول مره تشوفنا يا ريت تنزل ترزعنا الاشتراك بتاعك اللذيذ وتشترك في القناه، تفعل زر الجرس يا برنس، وتصلي على سيدنا محمد. وتعالى لي تعال بقى عشان نتكلم مع خالد الغندور، نشوف خالد الغندور قال ايه يا برنس. خالد الغندور امبارح بعد جون محمد صلاح العالمي، محمد صلاح امبارح جاب جون في مانشستر سيتي رقص السيتي كلها ورقص العالم كله، ويقول لكل الناس انا احسن لاعب، نفسي ياخدها، نفسي ياخدها، نفسي محمد صلاح كده يا برنس ياخد احسن لاعب في العالم. ولكن ده مش موضوعنا، ده مش موضوعنا. وسط بقى ما الناس عماله تتكلم على محمد صلاح، على الجون اللي جابه، على الاداء وعلى الاستمراريه وتالقه ومستمر في تسجيل الاهداف، كل الناس بتشهد ان محمد صلاح، ونجوم في كره السله بتشهد ان محمد صلاح احسن لاعب في العالم، والناس كلها والدنيا والكوكب كله، ويجي خالد الغندور يقول لك محمد صلاح ده مش موهوب، ده لعيب عادي، ده في لعيبه في الدوري المصري اساطير وجابوا جوان احسن. ايه يا عم خالد الغندور، هتجيب الدوري المصري كل احترامنا للايجيبشن ليج بتاعنا، ولكن مش زي الدوري الانجليزي، مش زي عباقره الكوره، مش زي الناس اللي هي اخترعت الكوره، يعني مش زي، تقارن ايه بايه؟ يعني تقارن دوري انجليزي بالدوري المصري، يقول لك ده مش موهوب، يقول لك ده لعيب عادي، ازاي؟ ده والله انت اللي عادي، يعني. والله انت اللي عادي، انا مش فاهم تصريحك ده قلب الدنيا، الناس يعني انت عاوز الناس تتريق عليك ولا الناس تقول ايه؟ ما هي وسط الناس عمال تشيد بصلاح وتقول محمد صلاح عمل اداء جامد وجاب جون عالمي، وتقول محمد صلاح احسن لاعب في العالم، وتصريح ابو تريكه قال لك ما محمد صلاح ده لو قربت شعره بتوكه وشعر اصفر والكلام ده كان خد احسن لعيب في العالم، ولكن عشان هو يعني، ولكن ان شاء الله الناس كلها بتشهد محمد صلاح. ويجي لك خالد الغندور، انا مش عارف خالد الغندور ده قصته راحه معانا على فين، يعني هو ولا سايب اهلي ولا سايب قضية ممكن، ولا حتى سايب فخر العرب، يعني مش سايب فخر العرب في حاله، فخر العرب اللي كل الناس يا برنس بتشهد ان محمد صلاح احسن لاعب في العالم حاليا. وسط بقى ان ميسي نايم مع باريس، ورونالدو متالق في الدوري الانجليزي مع مانشستر يونايتد، ولكن محمد صلاح متالق واستمراريه بتاعته ديت يقول لك ان محمد صلاح احسن لاعب في العالم حاليا. هتيجي تقول لي يا عم ازاي، انا اقول لك هو احسن لاعب. ناس جت اول ما راح ليفربول لما عمل موسم مكسر ده قال لك يا عم ده لعيب هيعمل موسم عادي كده كده وخلاص هينام، يا عم ده لعيب عمل موسم تاني تالق وصار على الهداف قال لك ده لعيب عادي. كل موسم محمد صلاح بيصارع على لقب هداف الدوري الانجليزي، انت عاوز ايه تاني؟ عاوز ايه تاني يا خالد الغندور؟ يعني انت عاوز ايه مننا؟ يعني انت عاوز ايه مننا؟ واحد كل موسم بيصارع او بينافس على هداف الدوري الانجليزي اللي هو اعظم دوري في العالم واقوى دوري في كوكب الارض، انت بتقول لي ازاي محمد صلاح لعيب عادي، او ازاي محمد صلاح مش موهوب؟ اه ما عندوش ايه سنه الحرفنه والموهبه والكلام ده، ولكن امبارح اثبت لك، امبارح ورى لك لما نيم اللعيب بتاع مانشستر سيتي كده وكده وكده يا برنس، وحطها بيمينه وحطها بيمينه وهو مش بيشوط باليمين، هو اشول اساسا، ده يثبت لك ان هو لعيب عالمي، لعيب بيشوط برجله الاثنين، لعيب عنده حته في المهاره، يرقص كده وينيم كده ويقعد، يا خالد الغندور يشهد له قول له الله عليك يا فخر عرب، والله الله عليك يا مو، مش كده مش كده، مش كل مره تطلع ويقول لك بقى ايه محمد صلاح زملكاوي. انت عاوز ايه مننا يا ابني؟ انت عاوز ايه مننا؟ عاوز ايه مننا؟ تقول لي
يقول لك كل شيء هو جميل زملكاوي ومحمد صلاح زملكاوي. واقع بقى يجيب لك ناس من سنة 80 عمال تقول لي محمد صلاح ده زملكاوي مش زملكاوي وكل الكلام ده. يعني انا مش فاهم، انا مش فاهمك. قول لي انت عمال تقول لي محمد صلاح زملكاوي، محمد صلاح ده مش موهوب. طب انت عاوز ايه؟ يعني انت عاوز ايه مني؟ يعني وعاوز ايه من الناس؟ يعني انت فجاه تقول لي ده مش موهوب لعيب عادي، فجاه تقول ده زملكاوي. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ وانت عاوز تعمل اي بكبكه وخلاص، اي قنبله تصريحات وخلاص، اي تفاعلات وخلاص. ده الحمد لله اللي هم وقفوا الفيسبوك، يعني انا الحمد لله عشان نرتاح، عشان نرتاح كده يا برنس. بس لكن قفلوا الفيسبوك ده خلينا على اليوتيوب. ما تخلصش من خيالات الغندور، خالد الغندور ما تخلصش منه يا برنس. يعني يقول لك كل شيء هو جميل زملكاوي، يقول لك محمد صلاح زملكاوي، وجاب لك تصريح مش عارف من العقباوي، وجاب لك تصريح مش عارف من مين عشان لما كان هيروح الزمالك، وقال لك انا بشجع الاسماعيلي. يا جماعه ده لعيب محترف يا خالد الغندور، ده لعيب محترف، فكر محترف دلوقتي. هتيجي تقول لي زملكاوي واهلاوي، هي مش فارقه معاه، يعني هي مش فارقه معاه زملكاوي من اهلاوي. ده واحد بيلعب في ليفربول، انت عاوز تاني؟ الانتماء الاهلي وزمان، انت كان زمان بقى، كان زمان. قالك بشجع الاسماعيلي، يعني هو قالك انا بشجع الاسماعيلي ولا اهلي ولا زمالك. كان زمان هيروح نادي الزمالك وكل حاجه، ولكن بقى مش كل حاجه زيطه، مش كل حاجه نمسك طبله وجيب بيلي بيلي ونفضل ماشيين وراه. لا يا خالد غندور، يعني انت تصريحاتك اليومين دول مش عجباني يا خالد يا غندور، لازم تظبط الدنيا شويه عشان التصريحات ملخبطه حبتين يا عم خالد يا غندور. ولكن الموضوع المعانا التاني يا برنس هو تجديد او تجديد عمرو السولية مع النادي الاهلي لمدة 3 سنوات، وهيبقى مع النادي الاهلي لغاية 2024. عمرو السولية من اللعيبة الجامدين جدا، ومن الديفندرات اللي الاهلي محتاجهم جدا جدا، ومن الديفندرات اللي الاهلي عمال يدور لغاية دلوقتي على بديل ليهم. لو جيت بسيط ان قال له جنج زي زو اكرم توفيق، زي حمدي فتحي، ولكن قالوا جنج ده حته ثانيه، فاهم؟ ولكن الثلاثه يشبهوا البعض، يعني الثلاثه في نفس الحته القوه ونفس الحته الدفاعيه ونفس الحته دي، ولكن عمرو السولية اللي بيبقى جنبيهم مختلف عنهم شويه. في النواحي الهجوميه هو احسن، في النواحي المهاريه هو احسن، هو عنده شخصيه القائد في الملعب، فهو عنده كل سمات الاهلي، هو عنده كل سمات شخصيه النادي الاهلي. جاي من الاسماعيلي، نادي كبير وكل حاجه، ولكن عمرو السولية كان لازم انك تجدد له، وكان لازم تعمل الاستقرار في الفرقه. والتجديد اللي هيبقى الثاني هو بتاع علي معلول، يعني المره الجايه هيجددوا لعلي معلول. ولكن عمرو السولية ان هو يجدد مع النادي الاهلي في وسط بس زيطه والزنبليطه والكلام ده، الاهلي كده بيعمل حاله استقرار في الفرقه، بيعمل حاله ان الاهلي مستقر بيظبط دنيته قبل بقى بدايه الموسم الجديد. ولا تقول لي لعيب هيمشي من عندي، ولا تقول لي لعيب هيوقف على التجديد، ولا تقول لي ولا تقول لي ولا اعيد لك عشان نبقى متفقين، كل حاجه تبقى زي ما هي، والاستقرار يبقى هو زي ما هو، والاهلي ان شاء الله في تقدم باذن الله يا برنس. ان شاء الله النادي الاهلي بيعمل نتائج ايجابيه بقى في الدوري، وان شاء الله الدوري يبقى بتاعنا بسبب الاستقرار اللي النادي الاهلي بيعمله. النادي الاهلي ماشي على مسطره صح، اللعيب اللي قاعد قرب يخلص لازم نجدد له، اللعيب مش عارف ايه جاي له عروض لازم نخلص ونشوف الدنيا معاه. هو ده، ما نقعدش بقى نسيب موضوعنا بقى زي موضوع عبد الله السعيد وموضوع رمضان صبحي والليله دي. النادي الاهلي اتلدع مرتين، فلا خلاص احنا مش كل مره هنتلدع، قبل ما اللعيب عقده يخلص نجدد له. نقعد معاه يا ابن الناس، عاوز تجدد معانا تقعد معانا ولا ايه؟ ريدي ريدي، ما رضيش خلاص نبقى عارفين دنيتنا، لو ما رضيش خلاص نفكر يا ابن الناس انت اخرك معانا في يناير ومع السلامه، ونجيب بديله. خلص الموضوع زي رمضان صبحي، معاك ساعه تفكر، معاك ساعه تفكر، ما فيهاش، ما ينفعش تقول لي النادي الاهلي لا، او ما ينفعش تقول لي النادي الاهلي هفكر وارد عليكم، نو واي. ولشان كده النادي الاهلي خلص تعاقده او خلص تجديده في عقده مع عمرو السولية يا برنس، والحمد لله كده عمرو السولية مع النادي الاهلي لمده 3 سنوات. وتقعد تفكر مين تاني هيتجدد له؟ هو علي معلول يا برنس، بس لكن لما يرجع باذن الله مع المنتخب التونسي في تصفيات كاس العالم ان شاء الله. ربنا يوفق كل المنتخبات العربيه وباذن الله منتخبنا يكسب ونصعد، ونصعد كاس عالم. نفسي كده يعني وصلنا كاس العالم ده يبقى بسهوله، يعني نفسي الواحد لما يروح كاس العالم سهل كده زي الناس لما بتروح، الناس بتروح كاس العالم عادي، يعني احنا ليه كل مره مصحبين على نفسينا؟ كل مره تحس ان كاس العالم ده صعب علينا، تحس ان كاس العالم ده بيبقى بصعوبه وبطلعه الروح يا برنس، ولكن هنعمل ايه؟ هو نصيبنا كده، هو نصيبنا كده يا برنس.
ولكن يا برنس وصلنا لغاية نهاية الحلقة. ما تنساش اللايك بتاعك الجميل واشتراكك اللذيذ وتصلي على سيدنا محمد، وما تنساش تقول لي تحت رأيك على خالد الغندور ورأيك على تجديد عمرو السولية مع النادي الأهلي يا برنس. وطبعا أقول لك كالعادة السلام يا برنس.